قريت زمان اه لقيت خبر ان عبد الحليم بيحب امال فريد، الخبر ده صحيح؟ ما اقدرش اقول الكلام ده. يعني دايما كانوا ساعتها صناع الافلام يحبوا هما يعملوا بيعملوا دعايه، بروباجندا ان هو عشان الفيلم يشتغل. يعني الحته دي مش حقيقه. لا، زميل وصديق، ممكن ما ما اجاوبوش. اقدرش اقول حاجة مش طب بس موجودة الاشاعات دي كان ليها اساس؟ يعني كان بيغني، عشان بيشتغل كل افلامه بيطلبني فيها. يعني اهواك دي غناها لك؟ اسمعني اسمعني يا بابا، اه كل افلامه بيطلبني فيها معناها ايه؟ معناها ايه؟ هو عاوز ايه من السينما؟ نجاح. بس عبد الحليم ما هو نجاح برضو كان يخليك انا اقرب واحدة بيشتغل يحب انت يشتغل، الوحيدة، انت الوحيدة اللي يحب يشتغل معاه. اللي كل افلامه، يعني مثلا لكن انت حضرتك صاحبي كبير معروف بتشتغل مع 100 واحدة، لما عملت معايا حديث حسيت بإيه؟ لا يفرق طبعا، حاجة قيمة في حياتي، اه، قيمة. هل انا قابلتك قبل كده؟ لا، ده حاجة بتاعت ربنا. صح، يعني اقدر اقول ان اللي كان سر العلاقة بين عبد الحليم وامال فريد هو انسجام في العمل. وانا تصرفاته، تصرفاتي انا بتعجبه جدا، بس ليه سؤال، بيعتبرني انسانه مثاليه. مفيش ما عرضش راجل، عليك الجواز؟ مفيش راجل لمس ايدي، ما عرضش عليك كنت الجواز؟ في العباسيه الثانويه. لا ما عرضش عليك الجواز. مش الموضوع جواز، الموضوع عبد الحليم دي يعني في وضعه. فيلم مره قالوا بعد ما تخلص، قال في يوم العرض في البريميره عبد الحليم هيعلن خطوبته على امال فريد، هل هذا حصل ولا ما حصلش؟ لا، ما كلام ما صحش ازاي ما حصلش، ده صحافه نشرته. تقول. طب مين مصدر الاشاعات دي كانت بيطلعها؟ المنتجين؟ لا، عشان يشغلوا الفيلم. يشغلوا الفيلم. اخر الدين عملتوا مع بعض فيلم حلو قوي ده وكوميدي. غلبان، ده غلبان.